doing a piece, graffiti-esque style and stencil work for the FIFA Under 17 World Cup. دولة الإمارات عملنا باقات أكيد بتكون للعوائل أو جروبات سياحية اللي بتكون متواجدة في البطولة إن شاء الله. نحن اليوم تارجت مالنا مش ربحية، لهذا السبب أسعار مخفضة لتكون في متناول جميع الفئات، لأنك تعرف أنت هذا اليوم أندر 17 يعني تعرف أولاد صغار وكذي، عشان تكون متناولهم يقدرون يشترون التذاكر. منتخب الإمارات قادر على أن يكون رقم صعب في كأس العالم، وليش لا؟ هذا طموح، وطموح حق مشروع لكل شخص أن يكون بطل كأس العالم. بتكون هني في تواجد هذه المنتخبات أكيد بتكونون نجوم لهم مستقبل واعد إن شاء الله.